أهلا بكم من جديد وعلى الموعد مستمر بفقراته المتنوعة والغنية. والآن مع فقرة الصحة وضيفنا الدكتور حسن كلداري أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات. وموضوعنا اليوم الكرش الكبير عند الرجل أسبابه وكيفية التخلص منه ليصبح أكثر قبولا من النساء. ومنه نبدأ مع دكتور حسن جلدار. نرحب فيك دكتور حسن على وجودك معنا في الاستوديو. ويعني هذا الموضوع جدا مهم، انتشار الكرش في خصوصا في دولة الإمارات بالضبط شيء مش طبيعي. اللي مسوي عملية تغيير مجرى واللي ربط معدة ودايت والناس تبغى حلول سريعه، ما يبغون الرياضه، مع ان الرياضه حتى نبدا مع تقدم السن واحيانا بعد الزواج يكبر كرش الرجل، ما بعرف اذا هو بينبسط بالاكل، بيرتاح على وضعه، شو السبب؟ وهل ترى انه الكرش شيء بشع؟ يمكن في ناس بيحسوا كرش الواجهه شيء جميل، فشو رايك؟ والله هو تبغين الصراحه صح كلامك من هالناحيه هاي، من ناحيه ان شو اللي يحصل لما الشخص يتزوج، صح انه يمتن بالفعل اي واحد عنده كرش يقولك هذا متزوج. يعني ايش ربط الزواج بالكرش؟ لان احنا طريقتنا لو تشوفينا فرضا نظره تاريخيه، الانسان لما اصلا تكون كان قبل لازم يبين قوته، فكان يعني دائما يكون ضعيف قوي وما ادري كذا، بس عشان نوعا ما يعني يجذب يعني الزوجه. لكن خلاص من لما يجذبها بس خلاص بعدين بيقعد هو ساكت وما يبغي هذا، ما حط بال انه يجذب حد ثاني، فخلاص هني يكبر، فعشان كذي يبتدي يكرش. هو شيء بشع يعني المرأة، ما بعرف كيف أحفين النساء ممكن قد ما يكون مليان هيك وفي كرش بتحس هذا يعني دليل على أشياء كثيرة، أحيانا جيبة مليانة، أحيانا أنه هو عنده هيك حضور بالضبط. في ناس بتشوف أنه نياعة يعني لما تشوفين فرضا المسلسلات، يعني عندك شهريار وما أدري كذا قاعد فرضا على هذا ومكرش وحالة حاله والنساء حوالينه. فالرجل كيف ينظر للكرش؟ ما بيحب صح؟ لا والله هو ترى بالضبط على حسب، اذا كان فرضا خصوصا الحين في الدنيا هذه في العمر هاي عندك الاعلام وهالاشياء هذه كلها الموجوده، الشخص لما يشوف عمره زين ويشوف ان عمره انه هو مثل مكرش وتعبان وكذا وهالاشياء هاي يبتدي يحس انه لا انه في شيء غلط، في شيء شو الاسباب؟ يعني انه نتكلم عن التكون، هل هو نتيجه لضعف مثلا عضلات الظهر ان الكرش هذا يكبر؟ هل هو عدم الحركه؟ ترى هذا يعني هو ترى هو يعني وشو اثار الجانبيه على حياه الانسان؟ زي ترى هذا شيء مهم، ترى السبب الاساسي طبعا هو الكسل وعدم الحركه، وفي نفس الوقت ترى الاسترس يعني نوعا ما التوتر والتفكير خصوصا في العمر هذا في الدنيا هذه، الشخص لما يفكر بزياده تفرز ماده الكورتيزول زين مثل هرمون معين، يعني حتى نفسيا ممكن يؤدي الى الماده هذه نوعا ما تكبر توزع الدهون وتخليها تزيد اصلا في منطقه الكرش. اوكي شو مخاطرها على الرجل؟ مخاطرها هي مخاطر كبيره بعد هاي ترى معروفه، يسمونها احنا نسميها سنترال اوبيسيتي، معناتها ان التكون في المنطقه التكون المركزي. نعم هاي تزيد طبعا من حالات يعني السكتات القلبيه والجلطات والاشياء هذه كلها تزيد مع هل تنعكس على حياته الجنسيه حتى المتزوجين على اساس اللي بتزوج كان عندي كرش، فهذه اكيد لها اثار ايضا. هو ترى هو صح كلامه من هالناحيه، هذا هرمون الذكور التستوستيرون ترى زياده الشحم في الجسم يخليه يتحول لهرمون الانوثه اللي هو الاستروجين، فعشان شيء تحس كثير من الناس اللي مكرشين شويه نوعا ما ترى حتى بعد يعني منطقه الثدي شوي منطقه الصدر تحس انه شويه متكونه شوي معاهم تكون مترهله بعد من الرجال، فيأثر حتى على حياته الخاصه. اي نعم جدا نعم. هذه ايضا انا يعني موضوع العمليات، ليش نحن في الخليج خصوصا وفي الامارات، يمكن قريت خبر عن انه من اكثر الدول اللي تعمل عمليات على اساس التخلص من موضوع الكرش عمليات ممكن واحد يستغني عنها بالرياضه، لكن هني في نوع من الكسل حتى في موضوع التخلص من هذا الكرش. هو لا شك انه الكرش لما يصير ما شاء الله كرش حامل يعني صعب التخلص منه فقط بممارسه الرياضه، لازم حميه غذائيه، لازم تمارين قاسيه ومتكرره، ولو بنوقفها ونبطل حترجع الكرش تبين. يعني بفهم التجاء احيانا لما يكون صار وقت خلاص، يعني الواحد منتبه من الاول، يمكن بعد سن 40 مثلا فرح اعتقد او في اواخر الثلاثينات، هو لايف ستايل يمكن من الاول واحد ينتبه. اذا الشخص كان معود نفسه فرضا انه يمشي على حميه معينه وفي نفس الوقت انه يلعب رياضه ويحس ترى مفعول الرياضه على نفسيته زين، يبتدي بعدين ويشوف الفرق، ترى هو اهم شيء ترى عند الرجال ترى انه يشوف الفرق، ترى هذا احنا نسميه البوزيتيف فيدباك يعني التاثير الايجابي، فلما هو يشوف نفسه وفي نفس الوقت يعني تفكيره يتغير فبيحس انه يعني نوعا ما ان الرياضه هذه فادته، فانه مو بس انه حق شكله في نفس الوقت حق صحته، فنوعا ما بيتشجع هو بزياده ويكمل،
لكن ترى احنا شنو المشكله عندنا هنا؟ المشكله فرضا اذا ما شاف فرضا نبغى حلول سريعه مثل ما انت قلت، يبغى فرضا الشخص انه يقعد هو فرضا في البيت ياس يطالع تلفزيون وياس ياكل له المكبوس هذا زين، وفي نفس الوقت في مكنه يمكن عم تعمل هيك عم ضعف هالشحوم، احنا بنتمنى انه نكون عم ناكل هالشيء عم نحضر تي في وفي مكنه هي مهتمه بالشحوم وبالكرش، بس هو صعب هالشيء مستحيل يعني، حتى ما نكذب نكونوا عم بنضحك على المشاهد يعني. لا امس كانت فرح تتكلم عن موضوع البدانه وانتشارها في امريكا، الشعب الامريكي فيه بنسبه بدانه مرتفعه يعني، والسبب العادات الغذائيه الخاطئه. طيب الحين لو نبغى ننصح المشاهدين شو الاشياء المفروض يتجنبها واللي يمكن يكون لها دور كبير في تكوين الكرش لدى الرجل او بشكل عام لدى الانسان؟ هو اهم شيء ان اول ما يصبح الشخص لازم يتريق، لازم ياكل له وجبه الفطار، هذه لازم ياكلها. هذه اساسيه احنا ناسين هالشيء هذا، لكن اهم شيء ترى عنده كبير في تقليل من عمليه الكرش الافطار، لان كثير ناس عندنا يهملون الافطار لا لان اذا اكل يؤدي لزياده الوزن. نعم. حتى بعض الناس يقولون يقول لك ان اكل وجبه الافطار كملك زين وتعشى كفقير، يعني حتى العشاء عشاك يكون خفيف. العكس، اغلب الشباب الحين يطلب اخر الليل من الكافيتيريا سندويتشات ويضرب بالخمس ويرقد وماكدونالدز مثل ما ذكرت هبه، يعني معروفه يعني ان العشاء هي الوجبه الرئيسيه اصبحت في الاونه الاخيره لدى كثير من الشباب. وفي نفس الوقت تعرف انا بقول لك ليش؟ لان المشكله انه اولا الشخص ما يبغى ينش الصبح، ما يبغى يصحى فتره النهار، اوكي يبغى يتاخر، وفي نفس الوقت ترى نحب احنا الجمعة عاده فرضا في النهار كل واحد يدور شغله ما ادري كذا، صعب يجمعون بعد نفس الشيء. لكن عندنا في وقت العشاء كل واحد يعني يتجمع في نفس الوقت نفس المكان. المشكله بعد عشان ترى متاخر، ترى انت لا تتعشى بعد متاخر، حاول تتعشى على قريب الساعه 6 ونص 7 على ذاك الوقت. الناس تكون بعد عم تسحب العشاء. فرح انا في صديق عندي كان زميل في العمل خلال شهر شفته ضعف بطريقه يعني ملفته للانتباه، مع انه كان عنده يعاني من موضوع اللي انت ذكرته موضوع، فسالته قال لي انا ما امارس ولا رياضه ولا شيء. قلت له شو سويت؟ قال لي بس ما اتعشى لو بتعشى ساعزت بروح. قال لي انا قصت 5 كيلو خلال شهر بهالشيء بدون ما بس وجبه العشاء كانت خفيفه او ما يتعشى، قال لي بس لا تتعشى خلال شهر يمكن نقص 5 كيلو. اي يعني مهما لعبت رياضه من غير ما مشيت على فرضا حميه غذائيه وهذا مستحيل تنزل، ما بنزل مهما حاولت. فما بيمارسوا رياضه بالليل فساعتها شو الحل بعد الرياضه؟ ياكلوا شيء ولا يرجعوا مخاورين بدهم ياكلوا؟ صح، لو يقدر يتحمل هالشيء هذا زين، لكن هو بعد الرياضه اذا لو يقدر ياكل فرضا ما ياكل فرضا عشاء يقدر ياكل فرضا تفاحه ولا ياكل موز او شغلات ما يكون فيها هذه هي تكون قبل العشاء ولا بعده؟ لا تفاحه قبل العشاء ولا بعده؟ عرفت هاي النكته انه واحد عطيه حميه تفاحه قبل العشاء ولا بعده؟ مين حيرجع رجال على البيت وعامل رياضه بتقول له تفاحه؟ لا يعني مستعد بياكل حدا شخص قد ما هو بيكون جوعان. بس في دكتور انا ملاحظه نحن لما كنا صغار في المدارس كان الشخص البدين كان يعتبر حالة شاذة. الآن في المدارس الشخص النحيف هو حالة شاذة. نسبة البدانة بين الأطفال انتشرت مؤخرا. وايد وين انتشرت؟ شو الأسباب في نظرك؟ كيف نحن ممكن كآباء وأمهات نعطيهم بعض التيبس والنصائح اللي ممكن تقلل من يعني هذا العملية؟ يعني أنت تذكر عمرك يعني بنفس الجيل إحنا مع بعض. لما كنا صغار من كان يسوي لنا ريوق؟ كان كثير لنا الوالده تحط لنا ريوق وما ادري كذا وهذا، ناخذ منها تسوي لنا تعطي لنا الموزه وهذا، وهي تسوي لنا السندويش واحنا ناخذها معنا. الحين لا، الحين كل واحد يعني الوالده تلاقيها مشغوله، اغلب الزوجات الحين يشتغلن يعني او نايمه الصبح، ما بتحب تصحى 6 الصبح و5 ونص. صح، يمكن تكون نايمه فيطلع الولد مسكين خلاص، هي الخادمه هي اللي مسويت له الاكل هذا، تلاقيها مسويت له مثل تشيكن ناجتس والاشياء هذه المفروض ما ياكلها مش صحيه، هي مو صحيه. يروح المدرسه هناك، والمدرسه هناك عندهم بعد في احنا على ايامنا يعني كانت بالكثير كان عندهم مثل عصير شويه وهالاشياء، الحين لا صار عندهم همبرجر وبيتزا وما ادري كذا وسوفت درينكس. فاحنا على ايامنا ما كان عندنا مضرب. كان عندنا عصير برتقال كانوا يوزعون، بس هذا وايد علينا كان ذاك الوقت. لكن الحين ترى احنا بنشوف الاكلات هاي يمكن نتكلم عندنا حلول. نعم، حلول وعلاجات ونصائح يمكن الحلول ترى اول حل لازم نمشي على حميه معينه على الكرش. نحن بدنا نركز على الكرش على اساس نحن خرجنا عن موضوع الكرش. صح، موضوع كبير هو. لا، هو اهم شيء ان الشخص يمشي على حميه معينه وفي نفس الوقت يمارس الرياضه. طبعا بيوصل مرحله انه مهما سوى مهما كذا انه في بتتم مناطق معينه في مكان الكرش هذا مهما حاول صعب انه يتخلص منها، خصوصا بعد بلوغ سن ال30 او ال
يعني يمكن كل ما واحد كبر في السن صعب انه يرجع مثل ال 20. كبرتنا. لا بعدك شباب دكتور ما شاء الله عليك. في المرحله هذه احنا من هنا نقدر احنا نتدخل يعني تدخل طبي جراحي. شو الحلول اللي عندكم انتم بالنسبه؟ ما عاد يعطيك الحلول جعفر مشان تعطيه فرصه. عندك كثير من الحلول. اول عندك الحلول الجراحيه زين، وعندك الحلول غير جراحيه. الحلول الجراحيه هذا طبعا اللي احنا كنا عارفينها من قبل، هذه اللي كانت موجوده مثل شفط الدهون. عندك المنطقه هاي قالوا والله يا ابو المريض شفط دهونه، قال خلاص روح. لكن الحين طبعا الناس كثير منهم يخافون انه يسوون فرضا هالعمليات هذه، وما في نفس الوقت شفط الدهون تحتاج انه يتم فرضا الشخص يعني ما يشتغل لفتره معينه، فتره مثل يتم فتره نقاهه حوالي على الاقل اسبوع. هلا كدكتور تنصح فيها العمليه ولا هم بس بيخافوا منها؟ هي يعني بننصح فيها ولا بلاها؟ حق بعض الناس مثل هذيك اللي عملت عمليه وصار عندها غيبوبه. جميل اظن. لا مش سناء، لا ثاني. حق بعض الناس ننصح فيها، لكن حق كثير من الناس اللي فرضا عندهم بس يعني شو الاسباب ممكن شو اسباب انه ممكن تحصل غيبوبه؟ هل في خطا من الدكتور؟ ما اعتبره خطا، هو عاده خبير التخدير مثلا يكون هو عاده التخدير الكامل، البنج الكامل، البنج العام هو اللي نوعا ما يتعب المريض شويه. في نفس الوقت الشفط فرضا دهون كثيره في نفس الجلسه، عاده احنا ما نشفط كثير من يعني بالكثير حوالي 2.5 لتر. في بعض الدكاتره يعني الله يسامحهم يعني يحبون مره واحده هي انا والله شفطت 20 لتر، والثاني يقول انا شفطت 25، كل واحد يتخقق على كل واحد على الثاني. ويقال ممكن في خطوره انه يرجع يجمع في اماكن غلط بالجسم ولا لا؟ اذا زاد الوزن ترى انت لو تسحبين ترى الشحوم كيف عباره عن خلايا، اذا سحبتيها اوكي خلاص مو موجوده، لكن ترى الحين في موجوده في اماكن ثانيه. اذا اكل الشخص من غير وعي، اكل مثل ما كان ياكله من قبل، هو طبيعي لانه ما غير شيء بنمط حياته. فشو اللي يحصل؟ الاماكن الثانيه الحين الشحوم فيها تخزن. يا سلام. طيب وربط المعده وهالامور الثانيه بعدها مستعمله بهالكرش ولا لا؟ لا بالعكس، ربط المعده ترى حق كثير من الناس يعني مهما حاولوا مهما سووا ترى صعب انه يضعفون، فيعني نوعا ما ربط المعده تساعد حق بعض الناس، وخصوصا انه هي خصوصا ان السمنه ترى تاثر فرضا على السكر وعلى القلب وهالاشياء هذه. فبالعكس يعني شافوا الحين دراسات كثيره ان لما يربطون المعده حتى السكر يختفي عنهم والله. ايه فلما يضعف الشخص يعني تنصح فيه يعني هاي. انت ذكرت الحل الجراحي حق بعض الحالات. ذكرت انت الحل الجراحي اللي هو الشفط، طيب الحل الغير جراحي شو؟ في الحل الغير جراحي ترى الحين باستخدام الليزر، الاشياء هذه طبعا يجي لك المريض يعني يتم فتره معينه في العياده حوالي قريب الساعه جلسه واحده يعني بطريقه معينه في مثل جهاز معين نسوي له اياها كجلسه واحده، يتم ساعه واحده والمنطقه اللي احنا نحاول ياس نعالجها. شو تسوي؟ شو وظيفه هذا الجهاز؟ الجهاز نوعا ما يجي على شكل ما ادري اذا حطوا صورته ولا لا، لكن نوعا ما حطينته على المنطقه هاي مخارج الهوان قاعدين نشوف له. نعم فهي مثل هذا، فشفت تشوف الهاند بيس اللي هناك الشحم يدخل داخل الهاند بيس هذا. اوكي زين، ودرجه الحراره اللي موجوده داخل ابرد من الدرجه العامه. طيب. فتوصل لمرحله ان شو اللي يصير؟ ترى الخلايا ترى الشحم عباره عن نعم. خلايا نعم. فلما تتجمد تموت. Okay. فحوالي قريب 30-40% من هالخلايا هذه الموجوده داخل الجهاز تموت. طيب كم جلسه محتاج الشخص على اساس؟ عاده اغلب الناس حوالي قريب يمكن 70% منهم يحتاجون جلسه واحده. يعني معقول كرش تكون هالقد بدها جلسه؟ لا 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 على حسب الحاله. احنا سنتكلم عن الشخص اللي لسه مبلش. لا انه لا يلعب رياضه ومسوي رجيم ووصل لمرحله انه مهما حاول لحين شويه الكرش ترهل. يعني ترهل البطن ولا مو بس ترهل، لانه في منطقه يعني شويه كرش. هي شويه كرش. احنا عم نحكي كلنا عن الكرش. شويه كرش. لا الكرش الكبيره هاي لازم تحتاج جراحه. اوكي هذا مستحيل الجهاز يتعب. بس هذا هل لها سايد افكت مثلا هذا الجهاز في حاله اني انا استعملته ممكن الكرش ترجع مره ثانيه؟ لا ترى ما ترجع خلاص. هي من لما تتخلص انت بعدين من مثل ما قلت لك الخلايا من تتخلص منها بس خلاص ما بترجع. طيب الجماعه في الجاليري مكرشين يبغون يسالون كم سعر الجلسه؟ مكرشين حلو. هو على حسب المنطقه لكن عاده تراوح بين ال 5-7000 حق الجلسه. 5000 درهم؟ من 5000 درهم ل 7000 لكن على حسب المنطقه اللي استعالجها. وكم مده الجلسه؟ ساعه من الوقت. جميل. شو يعني ما مش بحاجه انت جعفر؟ يعني فيها الم بتتواجه؟ لا 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 ما يعني في البدايه طبعا شيء جديد لنا مثل احساس بارد. انت كدكتور صراحه تنصح فيها لاي عمر ولا اي يعني في عمر يعني محدد او انه يعني في شباب ما يحتاج لهذا الجهاز يقول كنت اسوي رياضه واتعب شوي افضل من انك تستعمل الجهاز؟ صح هذا صح ولا صح؟
لكن أنا يعني عاده يعني بالشخص لما يكون عمره فرضا فوق ال 25 قريب ال 30 لين فرضا حوالي قريب ال 50. يعني شوف انا بدي اشكرك دكتور حسن كالداري على كل هالنصايح والاشياء الحلوه. رفقتك كانت ممتعه وحضورك محبوب جدا.